أقدر أساعدك في إيه؟ أنا مشكلتي إن ماما ست حلوة و... علي صوتك شوية من فضلك. أوه ماي جاد حمادة يا حبيبتي يا ماما. مالها ماما حمادة؟ أنت بتعدي فمي وأنا واقف معاها. أنا ما بخافش من حد. أنا وزير الداخلية. اجلس. هابي فالنتاين دي يا باشا. اوعى تكون بتجيب دباديب يا شاوي. مش عايز اعرف ده انا هفرمه. انا عاوز امي بقى. عاوز امك تعمل بيها ايه؟ هي ماما كانت نفرتيتي وانا ما اعرف. هتوه عندي حالا. دور ما تدخل عصريه من البلكونه مدندل ديل وعيد داوود يتمطع طرقه عليه نص الاوضه. بقول لك يا صاحبي عبيد عبيد صح؟ ايه ده ليه يعني؟ ليه عبيط يعني؟ انا عاوز ملف الكلب ده يجيني هنا دلوقتي. انا هروح اجيب امي.